دعاء يوم المبعث. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز، يا من عفا وتجاوز عف عني وتجاوز يا كريم. اللهم وقد أكد الطلب وأعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومنايل الرجاء لديك مترعا وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعان بك مباحا. وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة، وأن في اللاف إلى جودك والضمان بعدتك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأنك لا تحتجب عن خلقه إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي، فأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أملا أو صارخ إليك أغثت صرخته أو ملهوف مكروب فروجت كربها أو مذنب خاطئ غفرت له أو معافا أتممت نعمتك علي أو فقير أهديت غناك إلي، ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلا. إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة، وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم، أكرمتنا به من بين الأمم. يا ذا الجود والكرم فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيره، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وتجعلنا من العاملين فيه بطاعته،
والآمنين فيه بشفاعتك اللهم واهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل فإنك حسبنا ونعم الوكيل والسلام على عبادي المصطفين وصلوات عليهم أجمعين اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلته بكرامتك جللته وبالمنزل الأعلى أنزلته صل على من فيه إلى عبادك أرسلت وبالمحل الكريم أحللت اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا واجعل لنا من أمرنا يسرا واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا وقد قبلت اليسير من أعمالنا وبلغتنا برحمتك أفضل أعمالنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله وسلم.